الحمى او الحراره او السخونيه حاجه بتحصل لكل الاطفال، مهم نعرف ازاي ناخد بالنا منها ونتعامل معها. الحمى هي درجه حراره الجسم لما تبقى اعلى من 37 درجه لما نقيسها بالترمومتر عن طريق الفم، او اعلى من 36 درجه ونص لو قسناها عن طريق الابط يعني من تحت الابط. من اعراض الحمى ان الطفل يبقى همدان، حركته قليله، شكله تعبان من العادي اللي احنا متعودين عليه. لما الجراثيم تدخل الجسم وتعمل عدوى زي البرد مثلا، جهاز المناعه بتاع جسمنا بيبتدي يحاربها، وسبب الحرب او الخناقه دي درجه حراره الجسم بتاعه. اهم حاجه ان يكون عندك ترمومتر وتتعلمي ازاي تستخدميه لو الطفل سخن. طب نعمل ايه؟ ممكن نعمل كمادات ميه من الحنفيه، وعشان الكمادات تعمل مفعول ما نحطهاش على الجبهه لكن عند الرقبه تحت الابط بين الفخذين. ممكن كمان نحميه بميه فاتره، ده هيساعد جسمه يبرد اسرع. لو الطفل سنه اقل من 3 شهور لازم يروح للطبيب، لان الاطفال في السن ده نادرا ما بتجيلهم حمى. لو الطفل اكبر من كده والسخونيه بقت اعلى من 38 درجه، والطفل حالته العامه مش كويسه، همدان، حركته قليله، لازم برضه نروح للطبيب. الدكتور هيكشف عليه ويكتب له خافض للحراره مناسب لسنه، سواء كان بقى شراب او لبوس. ممكن كمان يكتب له علاجات تانيه حسب الحاجه. في كام حاجه لازم ناخد بالنا منها، يعني مثلا بلاش نغطي الطفل وهو عنده حمى بحاجات تقيله عشان يعرق والحراره تروح، ده معتقد خاطئ، بالعكس ده هيخلي جسمه يسخن اكتر وحالته تسوء. الحاجه الثانيه، لو الطفل عنده دور برد مش المفروض خالص ان احنا نديله مضاد حيوي الا لو الدكتور كتب له عليه، لان اغلب ادوار البرد مش بتتاثر بالمضادات الحيويه، وده هيخلي الجراثيم تتعود على المضادات دي، ولما نحتاج لها بجد مش هيبقى ليها اي تاثير لان الجراثيم هتبقى اتعودت عليها.